سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يا قدس أنت الحب والأحباب. ظلت البوصلة في كثير من الدول، ولكنها في دولة الكويت ثابتة محددة واضحة نحو المسجد الأقصى. وعدك بالفور المشؤوم، وعد الظالم هالأظلم، من قهر الشعب المظلوم والله أبدا ما تسلم. هذه أرضي. معظم اليهود في العالم كانوا معادين للصهيونية ويشعروا أن هذه الصهيونية خطر عليهم. الإحصاءات تقول أن 3/4 الشعب البريطاني يؤيد الحقوق الفلسطينية. ينبغي للأمة أن تشحذ الهمم. جيش القسام، هذا أنا بشوفه جيش وطني للشعب الفلسطيني.